السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة ون، مرحبا يسون في كويزين تحيا الجزائر قناة سميرة ديزاد. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يناير، نقولكم أسوغاس أمغاز، عام سعيد حبيباتي، كل عام وأنتم بألف خير. لذلك جبت لكم اليوم بركوكس بالقديد وبالدجاج على طريقتي، إن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا إذا كان عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ادعموني باللايكات وبالتعليقات من أجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة يا أحلى وأروع متتبعات. نتمنى لكم حبيباتي مشاهدة طيبة للفيديو. مرحبا بكم معي من جديد. إذا لتحضير هذا البركوكس الأمازيغي عندي المقادير التالية. عندي هنا شوية تاع البركوكس، أنا نحب هذا البركوكس اللي يجي هكذاك شغل رقيق، ما نحبش هذاك الخشين بزاف. عندي التوابل، الفلفل الكحل، عندي شوية تاع راس الحانوت، عندي شوية تاع العكري، قصبر المرحي، وشوية تاع الزنجبيل. التوابل دائما تبقى على حساب ذوقكم وعلى حساب اختياركم. نحتاج أيضا إلى ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، عندي فصوص تاع الثوم. هنا بالنسبة للخضر استعملت فقط اليوم الجزر مع حبيبة تاع اللفت مقطعين إلى مربعات. انتم هنا لكم الاختيار، تحبوا يعني تضيفوا أي خضر تحبوها. المهم هو في هذه الوصفة هو هذه اللوبيا اللي راهي هنا امامكم، هذه الفاصوليا هذه، يعني كل واحد واش يسميها، كاين يقولها لوبيا من العيون، كاين يقولها لوبيا قبايل، كاين يقولها لوبيا من السلمين. المهم هي هذه اللوبيا اللي تجيب النقطه السوداء. نحتاج الى حبه بصل كبيره تكون مفرومه، الى حبه طماطم كذلك كبيره مفرومه، وعندي هنايا الى قطعه من صدر الدجاج مع قطعه من هذا القديد او الخليع اللي هو كذلك ضروري ضروري جدا في هذه الوصفه، مع حبيبه تاع الحار اللي راني رايحه نحتاجها في الاخر. بامكانكم كذلك تضيفوا شويه تاع القزبر او تاع الحشيش. هادو هما اذا المقادير. في طنجره حطيت كميه من الزيت راهي تسخن، راح نحط الحبيبه تاع البصل هذيك. طريقه تاع التحضير ديالو كذلك بسيطه وسهله جدا. راح نحط القطعه هذيك تاع الدجاج، راح نحط الجزر مع الحبه هذيك الصغيره تاع اللفت، نحط الطماطم، نضيف التوابل، نضيف كذلك الملعقه الصغيره تاع الطماطم المصبره هكذا، نضيف الملح ايضا. بالنسبه للملح، الملح ما نكثرش، ما تنساوش بلي وعدنا القديد ولا الخليع هذاك راه يكون مالح هكذا، ونقلي كلش مع بعض. نضيف هاللوبيا هذه باش تتقلى كامل مع بعض وطيب لي يعني في نفس الوقت مع الجاج. والان راح نسكرفج فصوص تاع الثوم ونضيفهم لهنايا، نضيف هذيك القطعه تاع القديد. القديد هذايا كنت خليته يتشمخ في شويه تاع الماء سخون يعني لمده حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق باش تنحالو كامل هذيك الملح هذاك الزايد، وبالتالي يعني الماكله تاعنا ما تجيناش بزاف مالحه. راح نحط هذه القطعه كذلك راح تقلى كامل مع هاد المقادير. اذا وهنا بعد ما يعني قليت كل شيء مع بعض، هاوليك هنايا كما راكم تشوفوا لحد الان راني مازال ما مرقتش، والله الريحه راهي ما شاء الله هكذا. الان نمرق بقليل من الماء الساخن ضروري، ولكن ماشي بزاف، شويه فقط. كما قلت لكم بالنسبه للتمراق نروحوا غير بالعقل فقط باش نتحصلوا على ملقه تكون خاطره وتكون بنينه. نروح كل مره نضيف شويه شويه تاع الماء السخون حتى نتحصل على كميه تاع المرق اللي راني حبتها. اذا هنا راح نزيد كميه تاع الماء هكذا بهذه الطريقه، ونغلق طنجره الضغط ونخلي كل شيء يطيب لي حوالي 10 دقائق الى ربع ساعه باش من بعد نرمي هذاك البركوكس. فتحت على لاكوكوط ديالي، لقيت اللوبيا تاعي راهي طابت، يعني طابت مليح. واش ندير الان؟ نروح نحي قطعه هذيك تاع صدر الدجاج ونرمي المحمصه ديالي. نرمي المحمصه ديالي. المحمصه هذه بما انها راهي مفتوله يعني باليد، شللتها جيدا وضفتها هنا للمرق
كما تعرفوا يعني حاجة اللي مفتولة يعني في الدار وفي اليد دائما تتعرض لما ننشروها تتعرض للغبار، ولذلك لازم ضروري أننا يعني نشلوها مليح ونخليها هكذا تكمل الطيب، يعني ما تاخدش وقت طويل حوالي 10 دقائق. ما ننساش نرمي هذيك الحبة تاع الحار كذلك هكذا ونخلي يزيد يكمل 10 دقائق فقط، راح تكون البركوكس تاعنا يكون جاهز. هنا خلاص البركوكس تاعي راه طاب، راح نضيف له هنا في الاخر شويه نص معلقه من التوابل اللي تسمى بالتوابل تاع معروفه بالدواقه، هو عباره على تابل تونسي يجي بزاف هكذا في معالي صوص روج، يجي بزاف بنين وعنده يجي يمد شويه كذلك شويه الحروريه. ما ننساش ايضا الدجاج اللي فتتو تو هذيك الصدر تاع الدجاج، نعاود نرجعو كذلك الى المرق، نخلط هكذا غير شويه فقط ونطفي عليه. خلاص راهو جاهز، راح تشوفوه معايا فيما بعد. البركوكس بعد ما جهز ها هو هنا امامكم، المريقه تاعو جات خاطره، جات ما شاء الله يجي تحفه. يا ريت يعني كنت نقدر نوصل لكم الريحه ديالو. ها هو هنايا ما ننساش هذيك القطعه تاع القديد ولا الخليع، هاي ليك راح نحطها هنا هكذا في الوسط. زينتو كذلك بحبه تاع الحر اللي عملتها لداخل، هاي هنايا ما بقى لي فقط نضيف له يعني رشه تاع الحشيش اختياري فقط كذلك للتزيين وباش نكسر شويه اللون، مع رشه من زيت الزيتون ضروري هكذا. وهذا هو البركوكس راه جاهز حبيباتي، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. هذا هو الفيديو لنهار اليوم حبيباتي، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا ما تبخلونيش باللايكات وبالتعليقات حبيباتي، ادعموني بالاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم كل الجديد. نقول لكم حبيباتي المرة الثانية اسوغاس امغاز، كل عام وانتم بالف خير، كل عام والجزائر بالف خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله.